السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بارك الله فيك. شيخ نوع سؤال. فيما يخص كفارة اليمين. الإطعام بالنسبة لكفارة اليمين. هل يكون لوجبة هناك اختلاف، هل كل مسكين يطعم وجبتين وجبتين أم وجبة وجبة؟ والجمهور على أنه يطعم وجبة واحدة فهي 10 وجبات، والله أعلم.